بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أشكر تلفزيون دولة الكويت اليوم مشاركة مركز الكويت لمكافحة السرطان، تواجدهم معنا في هذه الاحتفالية والاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، مشاركة عن طريق وزارة الصحة ومركز الكويت لمكافحة السرطان. يوم مفتوح لجميع العاملين والمرضى وأسر المرضى وزوار المركز والمراجعين للمشاركة في هذا اليوم، وهي نوع من يعني تخفيف العامل النفسي ومراعاة للعامل النفسي للمرضى والمراجعين. كما تشاهدون معنا اليوم الكثير من المرضى الأجنحة يعني شاركونا، واليوم الحمد لله نعطي للمرضى من نصائح طبية خفيفة في هذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله كل الشفاء والعافية والصحة مدعومة بالابتسامة والسعادة والتفاؤل والفرح لمرضى سرطان في دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعود مركز الكويت مكافحة السرطان من كل عام على الاحتفال بالأعياد الوطنية وأعياد التحرير، وطبعا الهدف من الاحتفال هو تعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة إلى أن كإدارة مستشفى نحاول في كل احتفالية وفعالية تركيز على نشر التوعية وتعزيز الممارسات الصحية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لمرضى السرطان. طبعا الهدف من الفعاليات هذه وأن يكون في حملة مستمرة نحاول من خلالها استغلال جميع الفعاليات والاحتفاليات في نشر التوعية. طبعا كان في مشاركة جميلة من جميع أقسام المستشفى، بالإضافة إلى أن احنا نحاول أن احنا نحرص على أن يكون في تعزيز للعلاقات بين المرضى والأطباء وبين الموظفين والعاملين في المركز. يعطيكم العافية. شكرا لكم، ونتمنى أن تكونون سعيدين في المشاركة اليوم في الفعالية. مبروك عيدك يا الكويت على الصباح رجالها، سلام مني للكويت على الصباح رجالها. اخوان مريم الاعتزيت يا رب تسعد بالها، احرار يا صعب المبيت الا بعال جبالها. صباح لا منك سعيد للمعضلة وامثالها، طيبك تعدى للكويت ذخر لها ولاجيالها. وسلامتكم. في هذا اليوم نحتفل مع مرضانا، جميع المرضى مع الهيئة الطبية مع الهيئة التمريضية. احنا دور الخدمة الاجتماعية طبعا نقدم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي والاقتصادي، والجانب الترفيهي كذلك له دور كبير على نفسيات المرضى. واحنا اليوم نتمنى حق جميع المرضى الصحة والعافية، وانهم يكونوا اليوم امضوا معنا وقضوا ويانا يوم جميل وسعيد ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وجميع واتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل.